صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. معلش النهارده بقى هنعمل فيديو صوت علشان الوضع مش لطيف معايا خالص بسبب موضوع الوقعه اللي قلت لكم عليه ده، فانا حقيقة متدغدغ كاني وقعت من الدور العاشر. وعايز ازود لكم برضو حاجه على الحاجات اللي انا قلتها في الفيديو الصغير، يعني خلينا نجاوب بالترتيب ايه اللي حصل في الاول من بدايه الشهر. اني تعبت، وبعديها ساعة غالية على قلبي اتكسرت، وبعديها موبايلي اتكسر اللي انا بصور بيه طبعا وبعمل بيه كل شغلي دلوقتي، موبايلي اتكسر، وبعديها انا وقعت. طبعا الوقعة دي النضارة اصلا لما وقعت على وشي في النضارة اتكسرت ودخل الحديد بتاعها جوه، طلعته من جوه حاجبي فهو اللي عورني. وكمان النهاردة نمت شوية وصحيت فلقيت ان البوتاجاز العينين مفتوحين والغاز مال الشقة، وما اعتقدش ان القطة تعمل كده ان الزراير بتاعت البوتاجاز ناشفة جدا وفيهم عين اصلا ما بنستخدمهاش يعني كتير، فالعينين ما شاء الله كانوا مفتوحين. فانا مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط، فواضح اننا هنعمل افلام رعب كتير الايام الجاية دي. طيب على اي حال انا قلت بس اقول لكم الموضوع ده عشان تعرفوا ليه انا ما عملتش فيديو، ما سجلتش صوت وصورة. هنكمل صوت بس النهاردة هناخد كده كام رسالة من صراحة جولنا، خلينا نرد على الناس ونشوف اول رسالة. خلينا ناخد من اول الرسالة دي اللي بتقول اهلا وسهلا، ازيك يا ابو علي؟ الحمد لله. دي الرسالة اللي انا نزلتها وقلت لكم رسالة تفرحني جدا، خلينا برضو نقراها مع بعض. يا رب تكون بخير وصحة وسعادة، الحمد لله. بيقول انا كلمتك قبل كده عن مشكلة بيني وبين خاضعتي، اني تعصبت منها مرة وضربتها وكده، وهي زعلت بعد كده وراحت بيت اهلها، اكيد فاكرني. طبعا فاكرك، وانت قلت لي حاول معاها وكده. انا طبعا حاولت كتير معاها واخدت وقت ووافقت في الاخر، طبعا كان بشرط اني ما اضربهاش تاني ولا اتعصب عليها او امنعها من الهزار والتصرف بحرية مع اهلي او اهلها، طبعا اخواتي واخواتها مش الرجالة. وانا وافقت. انا طبعا بشكرك على نصيحتك وبطمنك كمان علشان انت قلت اطمنك على المستجدات. الله يكرمك يا رب، ربنا يوفقكم ويهديكم ان شاء الله، بس ما تعودهاش بقى على الشروط والنتيجة صلاحها يعني. ما تعودهاش على الكلام ده، لكن ربنا يهديكم يا رب ان شاء الله كده تعيشوا في سلام وامان. حي من الرسائل اللي تفرحني جدا يعني. طيب الرسالة اللي بعدها، ها 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 ها، يا سلام على اساس انك ان مش عارف اخترعت ايه، ماشي ما علينا يا ابني، انت زيك زي بقية قطيع. ده انا هذا اللي زي زبيت القطيع؟ انت متاكد من الكلام ده؟ مشكلتكم ساديين عرب، كل واحد عامل نفسه اله. طب انا مش هكمل الرساله عشان الرساله تافهه يعني. والله العظيم يعني مش ممكن ابدا يكون حد متابعني ويقول الكلام ده عني. يلا ما علينا يا ابني، انا بصور لكم بهدوم البيت يا ابني. تقول لي عامل نفسك اله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب الرساله اللي بعدها، ازيك يا ماستر؟ تمام. انا خاضعة لسيدي وتقريبا هيبقى الوقت اللي قضيته بخدمته سنة كاملة. طيب هو دايما بيأمرني بكتير حاجات وانا بنفذهم، لكن هو كمان مرات بيأمرني انه اخلع ملابسي واصور او اتصل بيه، وانا دايما بيكون ردي الرفض وهو بيسكت وما بيردش الا انه بيغيب فترة وبيرجع. سؤالي هنا يا ماستر، هو من حقوق السيد انه يملك جسد خاضعته كده، مع العلم ان علاقتنا علاقة على النت وممكن نلتقي بالواقع، لكن ما مش فاهم الكلمة اعتقد يعني صعب او حاجة زي كده، بحكم شغله وبحكم دراستي. يعني اعتقد انك هتلاقي الاجابة دي في فيديوهات كتير عندي، لكن على اي حال الماستر طبعا من حقه يملك. واصبر يا لا اللي بتسمع يا لا، ولا اصبر، الماستر من حقه يملك خاضعته من شعر رجليها لأخمص قدميها، لكن نحن شرقيون للمرة المليون، نحن شرقيون، فما ينفعش الماستر يملك خاضعته بالكامل إلا لما يكونوا في بيت واحد قافلين على نفسهم. والله انا بنصحكم وانتوا احرار يعني، انا بقول اللي عندي وبس، بقول لك الصح بقى، انت عايز تعمله براحتك مش عايز خلاص.
بس انا بقولك يعني انا شخصيا بعمل كده، انا ما بملكش ابدا 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 امتلاك كامل. يوم ما همتلك امتلاك كامل هيكون لما تكون معايا في بيت واحد، خلاص متجوزين والناس كلها عارفة ان دي مراتي وان انا جوزها وكل حاجة، هنا يبقى انا حق يملكها بالكامل. انما تاني علاقات على النت، يعني انتوا عارفين رأيي في العلاقات اللي على النت، انا برفضها. لكن يعني ايوة هي ممكن تكون بداية لطيفة وكويسة، لكن لازم يكمل المشوار. لو ما كملش المشوار الموضوع هيبقى بايخ جدا. وبعدين العلاقات اللي على النت محتاجة ناس، يعني انا من وجهة نظري علاقات على النت محتاجة ناس عقلة وراسية علشان يقيموا علاقة بعيدا عن الاغراض وبعيدا عن الاهداف اللي بيدخلوا علشان على علاقات. ما ممكن يحصل مثلا تعارف او ايا كان وفيما بعد يحصل ارتباط رسمي بينهم. انما انت بتقولي ده هو مش عارف بيقولي اخلعي ملابسك وتصوري او افتحي الكاميرا ولو مرضتيش بيهرب، وده الحقيقي يعني ما ينفعش. هو بيرجع عشان يحاول معاكي تاني مش اكتر، مش من حبه فيك يعني، هو بيرجع عشان يحاول معاكي تاني. نصيحتي ليكي ان كنت عايزة تحافظي على نفسك، او من النوعية النساء اللي عايزة تحافظ على نفسها وعندها عزة نفس، وان كان هو عنده شوية رجولة كده وعايز يحافظ على نفسه ويحافظ على غيره وعنده عزة نفس، فان كان في سبيل للوصول لبعض بطريق رسمي محترم فكان بها، ما كانش فيه خلاص ماشي براحتكم. انتوا عايزين تبقوا انتوا الاثنين عابرين فدي حاجه بره عني انا خالص، انا هنا بنصح بالصح وبس. ولو انت بتقولي لي يعني اعمل ايه في العلاقه دي وانا شخصيه محترمه مش عايزه ده كده خالص، فانا هقول لك ابعدي الشخص ده عنك تماما. بس طيب الرساله اللي بعدها، السلام عليكم يا مصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول يا رب يكون بخير بألف خير، أنا عندي كام سؤال واستفسار لحضرتك أتمنى تجاوبني عليهم. تمام. واحد، أنا سمعت حضرتك بتقول إنك حاولت تطبع روايتك بس دور النشر رفضه وكذا، وأنا من المتابعين ليها الحقيقة، فخطر ببالي ليه ما تنشرش قصصك ورواياتك على الوايت باد، الوايت باد قصدك الوايت باد حاجه زي كده. تمام. بجد فيه مئات القصص النوعيه دي، وبرده فيه قصص ساديه وهيكون ليه متابعين كتير جدا، ومنها هتقدر تخليهم يتعرفوا على قناتك دي لو هم مهتمين بالميول دي. طيب كويس، والله فكره كويسه جدا، هشوف موضوع الوايت باد ده. مش ممكن نرفع عليه حاجات يعني، هنشوفه. تمام، تسلم يا برنس. 2، انا الحمد لله ربنا رزقني بزوجة صالحة. ايوه كده بقى يا جدعان، انا بحب الاسئلة بتاعت الناس اللي خدتها من قصيرها واتصلت الطريق. طيب الحمد لله ربنا رزقني بزوجة صالحة وطيبة، هي في الاول ملهاش في الميول دي لكن طبعها مطيعة وخاضعة. جميل. تمام. بيقول انا صرحتها من الاول في خطوبتنا وبطبيعتي وميولي، هي استغربت في الاول ولما طمنتها اني مش هتعبها ولا هعذبها ومش هحملها شيء صعب تتحمله وهحتويها واهتم بيها، هي قبلت عشان بتحبني وفعلا جربت معايا سيشنات خفيفة في الاول، وبعده كل مرة بزيد شوية لحد ما بقت بتتحمل مستوى كويس، وكمان عجبها الموضوع دلوقتي. هي على فكرة انت اللي انت عملته ده ممتاز جدا جدا جدا، قدرت تعرفها ازاي ميولك، قدرت تبسط لها الموضوع، قدرت تطمنها، وكمان قدرت تطبعها على طباعك. ده بقى اللي انا بتكلم فيه بقالي زمن، ان انت ممكن تتجوز جواز عادي وتطبع اي شخصية على طباعك، لكن اهم شيء ان الشخصية دي يكون ليها مواصفات معينة، اولهم الاحترام الغير عادي، يعني في الزمن ده لازم يكون احترام غير طبيعي وفوق العادة يعني. طيب خلينا نكمل. دلوقتي هي انشغلت الحقيقة بحاجات تانية، بقت بتحفظ القرآن الكريم الحمد لله وتدخل جروبات تحفيظ ودروس دينية، بقت نادرا ما تفضى مع شغل البيت واهتمامها بالعيال، وانا الحقيقة بتوحشني وبحس في بعض تقريبا دي. طيب
قبل كده كنا بنتكلم كتير عن ميولنا، هو قطع الرسالة وكتبها من اول وجديد. طيب بيقول لي معلش اضطريت اخرج من غير ما اكمل رسالتي، المهم خضعتي بتحفظ القرآن الكريم وكده، بس انا لاقي فراغ والاهتمام قل، مش عايز احرمها من الحفظ ولا احسسها بالتقصير، بس نفس الوقت بحس بالفراغ ومحتاجها كخاضعة وزوجة، وهي الحقيقة بتكون مزحومة وتحاول تلاحق. عشان كده انا من ناحية مقدر ومن ناحية حاسس بالفراغ، تنصحني بايه؟ ثلاثة. طيب خلينا بس ناخد الجزئية التانية دي الاول. ماشي، اللي هي بتعمله كويس جدا، لكن برضو لازم تقدر توفق بينك وبين الاولاد وبين البيت وبين تحفيظ القرآن وكل اللي هي بتعمله كويس. انا ما قلتش لا او وحش، لا 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 كويس جدا ممتاز، لكن لازم تقدر توفق بين كل ده، لانها متجوزة وعندها بيت وعندها زوج وعندها اولاد، فلازم فما ينفعش توهب نفسها لحاجة واحدة فقط فيهم. فتحفيز القرآن مثلا ممكن يتظبط مواعيده، مثلا في اليوم بداية اليوم مثلا ساعتين ثلاثة، وباقي اليوم معاك انت والاولاد. يعني انا مش بفتي بحاجة، بس ده رأيي الشخصي، يعني ده رأيي الشخصي. انما لو يعني على قولك اكيد هي بتاخد وقت طويل، يعني مثلا اكتر من مرة في اليوم، ففي حقوق تانية عليها وواجبات، ففي واجبات تانية برضو عليها، دي تعتبر عبادة على فكرة، يعني واجباتها في البيت، فلازم تقدر توفق بينهم. او انت عب معاها وقول لها عندك لازم نوفق، هنوفقه مع بعض الوقت اللي هتحفظي فيه الناس والاطفال القرآن، علشان انا بحس بفراغ. تتكلم معاه عادي جدا على فكرة، يعني ما ينفعش ما تتكلمش معاه، لا اتكلم معاه، يعني بلاش واحد يكتم حاجة والتاني يكتم حاجة، لا اتكلموا مع بعض. قعدها كده في يوم تتكلم معاه، ولا لا انا لازم اظبط لك مواعيدك علشان انا حاسس بفراغ، والفراغ ده يعني ممكن بالفعل يسبب حاجات مش كويسة هتحصل، فلا لازم الموضوع يتظبط. اقعد معاها وظبط لها ونظم لها وقتها، ما فيهاش حاجه، يعني المفروض كمان ما تاخدش الكلام بحساسيه، لا لا خالص، يعني انتوا اتنين خلاص المفروض بقيتوا شخص واحد، فلازم لازم يحصل تنظيم وانت تنظم لها وقتها. طيب تلاتة. اخر حاجه، خاضعتي طلبت مني اني اخليها تعمل قناه على اليوتيوب تتكلم فيها على الذكر وتقرا القران واناشيد وكده، هي صوتها حلو كتلاوه، بس انا شايف ان صوتها تنشره وتقرا وكده مش مقتنع بالحكايه. قالت لي ده قران مش زي الاغاني، مش هيلفت ولا حتى الانشاد، وانا متردد اوافق ولا لا. وقبل كده قالت لي حاجه، حابة تعمل قناة طبخ تطبخ فيها، طبعا هتصور الاكل بس، يبقى قناة دينية والتانية طبخ ونصايح ستات وكده. والحقيقة هي حقيقي ست نظيفة ومحترمة كمان، بتعرف تطبخ حلو، واللي اقترح عليها قناة بتاعة الطبخ اخواتي وقالوا لها بكرة هتعملي اوردرات كمان. فهل شايف ان ده عادي وكويس وتنصحني اوافق ولا لا؟ بعتذر عن اطالتي، لا لا ابدا ما فيش اطاله ولا حاجه، لا بالعكس انا بحب يعني الوقت اللي بسجل فيه وبقرا فيه وبضيع الوقت ده فيه يكون على ناس تستحق الاجابه والكلام ده، ناس اخذت الطريق بشكل صحيح. المهم بص، رايي انا الشخصي ان ست تعمل قناه دينيه وتنشد والكلام ده، لا ست ليها واجبات تانية خالص غير الكلام ده، خلي الكلام ده للرجاله. ده رايي في جزئيه القناه الدينيه. عايزه تعمل قناه طبخ، فانت شايف انها مش هتظهر طبعا في القناه ولا تتكلم بصوتها، تلبس جوانتي، تحط تعليق مثلا مناسب في الفيديوهات بتاعتها، تعليقات فقط مثلا بدون صوت او كده، فما فيهاش مشكلة، بالعكس ممكن يكون مصدر رزق ليك انت وهي كمان يعني. بس الفكرة التانية كويسة، انما انا شخصيا ما بحبذش ان ست تعمل قناة دينية او تتكلم في الدين وتكلم الناس في الدين، لان يعني ما خبيش عليك اللي انا عارفه ان في ناس مريضة كتير غير مسلمين وعندهم فتش ديني، ويعني يكفيهم الصوت فقط. اسألنا عن الحاجات دي، انا شفت من ده كتير. فابعد عن القناة الدينية، خليها تعمل لو عايزة قناة طبخ من غير صوت من غير صورة، تعمل فيديوهات كده عادية، في فيديوهات كتير للناس اجانب بالشكل ده، لا صوت ولا صورة،
يعني الشخص مش بيظهر بنفسه، انما فقط بيظهر الحاجات اللي بيعملها واصوات الحاجات اللي بيعملها وفقط لا غير، وبيجي له ملايين المشاهدات والكلام ده، وهيكون مصدر رزق كمان، لان العرب ما بيتفرجوش غير على الطبخ وبيحبوا الطبخ والاكل والشرب بس. وبس كده الله، يعني كويس، ربنا يهديكم ان شاء الله. ومفيش رسائل تاني، واشوفكم بالمرة الجاية ان شاء الله. سلام.